بقالنا يومين الدنيا كلها بتتكلم عن السوبرانو المصرية فرح الديباني. صورتها اتصدرت أغلب المجلات والمواقع العالمية بعد اختيارها لإحياء مراسم حفل فوز الرئيس الفرنسي ماكرون بولاية رئاسية تانية. فرح حضرت الحفل بدعوة خاصة من الرئيس ماكرون اللي قدمها للجمهور، وغنت النشيد الوطني الفرنسي بصوت عبقري الحقيقة وبأداء ملوش مثيل. كل المواقع العالمية ومواقع التواصل تداولت لقطات من الحفل واللي بيظهر فيها الرئيس الفرنسي وهو بيحيي النجمة المصرية وكمان بيقبل إيدها في لفتة كلها تقدير للموهبة المصرية فرح الديباني. شفنا مع بعض فرح البنت الإسكندرانية الجميلة اللي بتعتبر واحدة من أبرز علامات الغنى الأوبرالي في مصر وفي العالم كله في السنوات الأخيرة. يمكن كمان هي أول مغنية أوبرا مصرية وعربية بتنضم لأكاديمية أوبرا باريس. حاجة كده تفرح كده وتشرف، كلنا فخورين بيها لأنها نموذج للمرأة المصرية اللي عندها قدرة على إبهار العالم كله بموهبتها الكبيرة في الفن الأوبرالي. ده حقيقي، مصر الحقيقة محظوظة بأولادها في كل المجالات اللي قادرين هم يثبتوا نفسهم ويكونوا حديث العالم كله. فرح دلوقتي خلاص دخلت قائمة الشرف المصرية، القائمة اللي فيها محمد صلاح في الكورة ومجدي يعقوب في الطب وزويل في الكيمياء وأسماء كتير الحقيقة قدروا أن هم يعملوا بصمة ويكونوا سفراء لمصر في العالم كله. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.